حياكم الله أخي الشيخ. إذا أخرت القضاء، أخرت قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر، هل عليها إثم؟ في الحقيقة ينظر، فإن كان تأخيرها بعذر نعم فليس عليها إلا القضاء بعد رمضان الثاني، وأما إذا كان تأخيرها بغير عذر فالواجب عليها أن تقضي مباشرة، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها تطعم مع القضاء، تطعم عن كل يوم مسكينا، وذلك لكونها فرطت في هذا الواجب، وهذا فتوى كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. المقصود بأنها يجب عليها مع القضاء الإطعام. أما إذا كان بعذر، يعني امرأة مثلا عليها أيام من رمضان ثم بعد رمضان حملت مثلا وبقيت حاملا لا تستطيع الصوم، ثم وضعت مثلا بعد ذلك ثم أرضعت، فهذا عذر شرعي. أو امرأة مثلا مرضت، أو رجل مرض ولم يستطع القضاء هذه الفترة، أو رجل كان يسافر كثيرا ولم يستطع، فهذا كله من الأعذار لا يجب عليه فقط إلا القضاء، ولكن عليه أن يبادر، لأن أوامر الله عز وجل على الفور، ولا يتراخى الإنسان في أوامر الله عز وجل. نعم. فعل عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان. هذا الحديث فيه إشارة إلى أنه يجوز تأخير القضاء، وهذا الذي يذهب إليه كثير من أهل العلم، لكن عائشة لم يعني تقضيه بعد رمضان الثاني، وإنما قضته في الزمان المشروع لها أن تقضيه فيه، وهو في شعبان. فالمرأة لها الحق كما ذكرت أنا في أول الإجابة على السؤال، بأنه لها أن تصوم متتابعا ومتفرقا، ولها أن تصومه في أو بعد رمضان مباشرة وفي باقي الأشهر والأيام، كل هذا مشروع، لكن الأفضل للإنسان أن يبادر إلى الصوم. بالنسبة لعائشة رضي الله عنها ذكرت السبب والعلة في تأخيرها للصيام القضاء، قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام مكانته عظيمة، فكانت تؤخر القضاء لمكانة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول كان يحتاجها، ولذلك أخرت القضاء رضي الله تعالى عنها هذه الفترة. ولذلك بعض النساء قد تحتاج إلى التأخير. نعم. إلى تأخير في حال الحاجة فضيلة الشيخ تؤخر، أما في عدم حال الحاجة، والله في عدم الحاجة الواجب عليها أن تبادر. المبادرة أفضل. أي نعم، المبادرة، لأن أوامر الله عز وجل على الفورية. نعم. أوامر الله على الفورية، فلا يتراخى الإنسان في أوامر الله عز وجل. لأن في الواقع حينما نتأمل في أحوال الناس نجد أن كثيرا من الناس حينما يتساهل يفرط، يخرج عليه الوقت أو يقع في كذا، ثم تبقى هذه في ذمته، والإنسان لا يدري، يعني بالنسبة لحياته وبالنسبة لموته، فالواجب عليه أن يلقى ربه عز وجل، وليس في عنقه حق من الحقوق، لا حق لله عز وجل ولا حق للمخلوقين، واجب عليه أن يبادر فيقضي ويؤدي.